طاهر باو حفظه الله ورعاه أن يتشرف ويوضع الجوائز بين أبنائه الفائزون في هذه المسابقة، علما بأن لكل فائز مع الجوائز 1000 روبية. فالفائز الأول في هذه المسابقة الخطابية ألا وهو الأخ السعيد سعود فيصل، أرجو منه أن يأخذ جائزته بيد الشيخ طاهر باو حفظه الله ورعاه. والفائز الثاني في هذه المسابقة ألا وهو الأخ السعيد عبد الرحمن الفارسي، أرجو منه أن يتقدم ويأخذ جائزته بيد الشيخ طاهر باو حفظه الله. وأما الفائز الثالث في هذه المسابقة فالأخ أمير معاوية، أرجو منه أن يتقدم ويأخذ جائزته بيد الشيخ. ومعه على الفائز الثالث وقار عزيز. وقار عزيز الفائز الثالث، 2 أمير معاوية ووقار عزيز. أما للمشاركين كذلك جوائز، أرجو من الأخ يعقوب طاهر أن يتشرف ويأخذ جائزته بيد الشيخ طاهر باو حفظه الله ورعاه. وكذلك الأخ إبراهيم عابد، أرجو منه أن يتشرف ويأخذ جائزته بيد الشيخ. جزاك الله أيها الشيخ وبارك الله فيك. وللمقري كذلك الجائزة، أرجو من فضيلة الشيخ أبي زبير حفظه الله ورعاه أن يتشرف ويوزع الجوائز بين الأبناء. المقري الأول حذيفة عبد الرزاق، أرجو منه أن يتشرف ويأخذ جائزته بيد الشيخ أبي زبير حفظه الله ورعاه. والمقري الثاني حسن علي، أرجو منه أن يتشرف ويأخذ جائزته بيد الشيخ أبي زبير حفظه الله ورعاه. جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء أيها الشيخ. وللشاعر كذلك جائزة، أرجو من الشيخ الشيخ شاهد نجيب حفظه الله ورعاه أن يتشرف ويأخذ ويوزع الجوائز بين أبنائه. أرجو من الشيخ قاسم مكي حفظه الله ورعاه أن يتشرف ويوضع الجوائز. أرجو من الأخ ويس أحمد أن يتشرف ويأخذ جائزته بيد الشيخ. هناك للمقدمين كذلك جوائز، وكذلك أسامة نسار الشاعر أسامة نسار، أرجو منه أن يتشرف ويأخذ جائزته بيد الشيخ قاسم مكي حفظه الله. هناك جوائز للمقدمين، أرجو من الأخ عصمة الله أسمي ومعه إدريس بن أحمد شاه. جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء أيها الشيخ. هناك جوائز للأركان النادي، أرجو من سماحة الشيخ افتخار أحمد شاهد حفظه الله ورعاه أن يتشرف ويوضع الجوائز بين أبنائه وطلابه. الأخ عبد الرحمن عباس، أرجو منه أن يتقدم ويأخذ جائزته بيد الشيخ. والثاني عمير محمدي، أرجو منه أن يتشرف ويأخذ جائزته بيد الشيخ دكتور افتخار أحمد حفظه. والثالث عامر رفيق، والأخ عفان طاهر،
والأخ محمد قيصر. الأخ محمود أحمد. الأخ محمود أحمد. الأخ عثمان غل. الأخ عبد الله غلام. الأخ فقير أحمد حقجو. الأخ خبيب الرحمن. جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء أيها الشيخ. والآن أرجو من مدير التعليم الشيخ دكتور محمد حسين اللكمي حفظه الله ورعاه أن يتفضل ويوزع الجوائز بين أبنائه وطلابه. هناك أصحاب الخدمة لهم جوائز. أرجو من فضيلة الأخ عاصم شاهين أن يتشرف ويأخذ جائزته بيد الشيخ دكتور محمد حسين اللكمي حفظه الله. والأخ عبيد الرحمن. والأخ راحة الله. هناك جوائز للخطاط ومساعده. أرجو منه أن يتشرف ويأخذ جائزته بيد الشيخ. الأخ أحمد عبد الرزاق. ومساعده الأخ عبيد الله. جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء أيها الشيخ. والآن أرجو من سماحة الشيخ شيخ الحديث بجامعة أبي بكر الإسلامية فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن الشيخ عباس فتيح خان أن يتشرف ويوزع الجوائز بين أبنائه وطلابه. الشيخ عباس فتيح خان. هناك جوائز للمنصفين السابقين من الطلبة. فأرجو من فضيلة الأخ عصمة الله أسمي أن يتشرف ويأخذ جائزته بيد الشيخ شيخ الحديث بجامعة أبي بكر الإسلامية. والأخ قريم مزمل أرجو منه أن يتفضل وأحد ينوب عنه. وفضيلة الأخ نعيم الله أرجو منه أن يتشرف ويأخذ جائزته بيد الشيخ. جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء أيها الشيخ. أيها الحفل الكريم، ها قد وصلنا إلى نهاية المطاف، راجين من الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا في تقديم ما يحوز على رضاكم واستحسانكم، شاكرين لكم بحضوركم وحسن إصغائكم، فإلى أن نلتقي بكم مرة أخرى لا يسعنا أن نقول لكم إن تجد عيبا فسد الخلل، جل من لا عيب له وعلا. وكما بدأنا بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، نختتم بهما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.